إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ماتت، خبر زعل العالم ورح يغير شكله اللي منعرفه، لأنه إليزابيث ما كانت ملكة على بريطانيا بس، كانت رئيسة 14 دولة غيرها، منهم دول كبيرة مثل أستراليا، كندا ونيوزيلندا. يعني لو إجا حدا وقالك إن كانت ملكة رمزية وما عندها صلاحيات وموتها ما بيقدم ولا بيأخر، قله إنك غلطان، لأنه بموتها رح يصير في تغيرات كتير بعالمنا. جسر لندن قد سقط، أكيد سمعت هالجملة كتير من لحظة وفاة إليزابيث، وهي إشارة للإجراءات اللي بتتنفذ بعد موت الملك لضمان انتقال سلس للسلطة لتشارلز، اللي بالمناسبة يعتبر أطول ولي عهد نطر ليصير ملك. وأكيد عم تسأل ليه كل هالدوشة، خليك معي لتعرف أهمية المنصب الملكي اللي بيتقلد عرش بريطانيا، مش منصب على بلده بس، هو كمان رأس الكنيسة البروتستانتية اللي بيتبعها حوالي 800 مليون بني آدم، وهو اللي بيعين الحكومة في بريطانيا من أحزاب الأغلبية، ورح يكون الرئيس ب 15 دولة ذات سيادة، ومنهم أستراليا اللي بيقدر يحل حكومتها إذا ما كانت على خاطره، مثل ما عملت إليزابيث بالضبط بالسنة 1975. الجيش البريطاني هو جيش الملكة، واسمها مطبوع على زي القوات الأمنية، والنشيد الوطني بيهتف باسمها وصورتها على العملة والجواز، وعلشان هيك رح تصرف بريطانيا مليارات الدولارات ليتغير كل هيدا وينقل للملك تشارلز. وطبعاً الخسارة مش مالية بس، وبمجرد وفاة الملكة في احتمال أستراليا وكندا يخرجوا من العباءة الملكية ويصيروا جمهوريات، وعدد آخر من الدول الحليفة لبريطانيا اللي حتتخلى عن ولائها بموت إليزابيث، لأنها كانت الوحيدة اللي بتربطهم علاقات قديمة معها، 71 سنة بالحكم مش قليل.